رجعت تاني من جديد. مصطفى ديودار في الجهة اليسرى، محاولة مع العجوز، تبادل الكرات، عرضية جميلة بالوجه الخارجي للقدم اليمنى، لكن خرج بالصعود. متابعة هجومية وحذر دفاعي، والكرة إلى علي فوزي بيسرى، صوبة في المرمى، يسجل مع الدقيقة العاشرة، يباغت الحارس محمود أبو السعود ويخدع دفاع فريق المقاولون العرب بتسديدة بقدم اليسرى. وعلى غير المعتاد دائما اعتدنا أن نرى علي فوزي يتحدث بالقدم اليمنى، لكن هدف التقدم مع الدقيقة العاشرة يأتي عن طريق القدم اليسرى، وعلى يمين حارس المرمى أبو السعود سكنت الشباك، احتضنت المرمى. بداية الحكاية من الجهة اليسرى عن طريق العجوز وديودار بتبادل رائع ما بينهم في الأدوار الهجومية. الكرة تحولت من اليسار إلى اليمين، علي فوزي ضغط غير موجود من وشاية اللي تخاذل وتكاسل وإهمال في التدخل، جعل علي فوزي يسدد بكل أريحية. جميلة الكرة، راحت، يبدو أنها اصطدمت، لم تصطدم ولكن لمست الشباك